ايوه انا جيت على سلوفاكيا بعام 2018 بفيزا دراسية، نعم وانتهت بالعام 2023. جيت اها قدمت لجوء في النمسا، ضليت تقريبا شي 10 أشهر قبل ما تنكسر بصمتي. في يوم واحد فقط وأقل من 24 ساعة تم ترحيلي إلى سلوفاكيا. مع العلم عندي ولد ولد في النمسا، ابني ولد في النمسا، وتم ترحيلي. وأثناء ترحيلي الشرطة النمساوية قالوا لي بإمكانك توكل محامي إنه يرجع يعيدك. وهلأ نحن موجودين بسلوفاكيا بكامب مغلق، ويعني زي السجن. سؤالي لحضرتكم، في أمل للرجعة؟ مع العلم انت إنه موجود حاليا في سلوفاكيا؟ بصمة إيه رجعوني نحن بمعتقل، يعني نحن نعم هلأ موجودين داخل معتقل. بس قبل ما اه تنكسر بصمة بيوم، بحسب ما قالت لي المحامية البي بي او ومنظمة زيبرا ومنظمة ياكولي، طيب استاذ نيفين إذا هتجاوب على اعتبرنا بس سؤالك. فقط، عفوا بس هاي المعلومة، إنه اتفضل. إذا تم احتساب ال6 أشهر من بعد رد الدولة المستضيفة الأولى، إذا تم احتسابها بالأيام، فأنا تجاوزت ال180 يوم. أنا تجاوزت بوجودي في النمسا تحت عنوان واضح 182 يوم. إذا لا تم احتسابه من خلال 20، كل 20 شهر، سلوفاكيا ردت ب 20/9، فأنا 20/3 بتنكسر بصمتي، 19/3 تم ترحيلي. طيب طبعا ما عملوا لي واضح لا حضرتك. مقابلة ولا أعطوني شيء نهائيا. هي بشكل طيب مختصر. تمام سؤالك واضح استاذ نيفين هتجاوب. تمام تفضلي. دلوقتي بالنسبة لحضرتك، انت مش بس عندك مشكلة البصمة، انت عندك مشكلة ان انت كان عندك اقامة في سلوفاكيا. فالنقطة هي، هل الاقامة بتاعتك دي كانت متاح انها تتجدد ولا مش متاح انها تتجدد؟ دي اول نقطة. لا ما هي متاحة، لا هي تمام. متاحة. النقطة التانية، بما ان الاقامة مش متاح انها تتجدد، اذا دولة سلوفاكيا هي الدولة المسؤولة عن حضرتك. يعني انت لو عايز تتقدم بطلب اللجوء، سلوفاكيا هي اللي مسؤولة عن حضرتك ان انت تقدم فيها. كون ان حضرتك عندك طفل والطفل ده انت انجبته في النمسا، ده مش سبب ابدا ان هو يكسر البصمة، الا اذا كان ابن حضرتك عنده اقامة في النمسا، فممكن ساعتها يكون شوية في الاجراءات اسهل ان انت تبقى معاه. بس ده مش سبب كافي ان حضرتك تكون متواجد في النمسا لمجرد ان انت انجبت الطفل فيها. العملية الحسابية بقى، ان انت مشيت امتى وال6 شهور بيتحسبوا امتى، دي انا ابدا ما اقدرش اعملها دلوقتي، لاني لازم اشوف تاريخ البشايت، لازم اشوف قعدت قد ايه، لازم اشوف عملت طعن ولا ما عملتش طعن. دي هتكون صعبة جدا دلوقتي في البرنامج. بس هم بما ان هم رحلوك حتى لو قبلها بيوم، ده من حقهم. الفكرة هي ان هم لو رحلوك بعدها، دي هنا بتبقى المشكلة، لازم كان قرار الترحيل يقف. كون ان حضرتك لو رجعت النمسا تتكسر البصمة ولا لا، كسر البصمة في النمسا من اصعب الاشياء اللي ممكن الشخص يواجهها، فمش ابدا ابدا مش سهل لو رجعت النمسا تتكسر بصمتك. طيب أنا بس من باب معلومة أستاذ الكريمة، قدمت أنا استئناف على الطعن لأن بسرعة لو إجاني سمحت رد في أستاذ الشهر عبد الرحمن الثاني. نعم اتفضل قدمت بسرعة بس. استئناف وإلى الآن ما صدر الاستئناف، إلى الآن حتى هذه اللحظة ما صدر قرار تمام. الاستئناف. أنا بنصح حضرتك إن تشوف أي محامي يعجبك وتقدر تستشيره، وتشوف هو يقدر يساعدك إزاي، أو يشوف ملفك فين، هل ملفك مغلق أو لسه مفتوح، يعرف إيه الوضع، لأن أنا بدون أوراق صعب إن أنا أشوف. فممكن حضرتك تستشير محامي تمام مختص وتشوف يقدر يساعدك إزاي. وضحت الصورة. متشكركم. نشكرك أستاذ عبد أهلا الرحمن. وسهلا. شكرا لكم. أهلا وسهلا.